يعني نحن هلا قدام ملف صراحه بطلت الفضيحه بالملف، صارت الفضيحه بكيف صار هيدا الملف. يعني في جهاز امني مشكوك في كثير قصص، كيف صار عم بتصير تحقيقات في قصه القضاء. للاسف القاضي غدعون اللي يبدو بانه ما بعرف قديش عملت عرضات وقت مكتف ونزلت على الارض، انه لحد هلا ما عم تشوفوا ليه تكسر، ما عم بتتابع استنسابيه هيدا الشيء كيف بده ينوضع له حد، خصوصا انه في قضاة مثل القاضي فعلا منصور هالقد عم بيكون دقيق وهالقد عم بيكون انساني. يعني انا بدي اقول شيء حتى هلا لاحقا بموضوع التقديم الرسمي لهادي، هادي عنده تقديم رسمي صح؟ فبس هون كيف نحن كراي عام بدنا نتلقى خبريه، هلا في عصابه ولا ما في عصابه؟ في اغتصاب ولا ما في اغتصاب؟ شو هو هيدا الملف الكل مركب يعني؟ خلينا نقول شغلي مدام نانسي، ما في شك انه التحيات الاوليه بشوبها كثير من الغموض وكثير من الشكوك، مبنيه على شائعات وعلى فبركات وعلى اخبار وفيها شيء من الحقيقه، مشان ما نكون يعني كثير عم نعمم، فيها شيء من الحقيقه. هذا الملف انطلق من واقعات معينه، في اشخاص اطفال اعتدوا عليهم، في اطفال جرى تصويرهم عرات، في اطفال ابتزوا بموضوع المخدرات بالتعاطي وبالترويج، وبالتالي صرنا امام جرم حقيقي. التحيات الاوليه شبه كثير من الاخفاقات، جزء منه صححه القاضي طانيو الصغبيني ويشكر لانه اشتغل بموضوع قانوني صرف، واحيل الملف اليوم لعند القاضي منصور. نقوله منصور، القاضي نقوله منصور انا بتقديري يشكل ضماني لهذا الملف صحيح، وهذا الزلمه مشهود له بتاريخه، ما في شك اليوم هو ما في يعمل الا اللي عمله بمرحله اوليه، لانه المحامين تقدموا بدفوع شكليه فيها كثير من الوقائع وفيها كثير من الدراسات، وبده يعمل استنابات لحتى يتحقق منها. هيدا الامر بده ياخذ وقت كثير طويل. طيب هون بس لا قادر يبت باخلاقات سبيل صح، ولا قادر يبلش بتحقيق. هون يا ماتر انتم ليه اخرتوا هالموضوع؟ يعني القاضي منصور استغرب انكم قدمتوا دفوع شكليه وما مثلوا قدامه الموقوفين، عم نحكي عن حمال الفراش وهذه هادي. يعني الدفوع الشكلية أخرت، لأنه الدفوع الشكلية وأخرت بالتالي أنه لا ما أخرت لقلك ليه، لأن الدفوع الشكلية يجب أن تقدم قبل الاستجواب. نحن إذا ما قدمناها قبل الاستجواب بنكون ما عم نمشي بالقانون. طيب أنا كيف بدي بين للقاضي؟ هو القاضي عنده عفوا ماتر بس نعم. بيكون عم بيتم محاسبتهم على أساس التحقيق الأول اللي صار معه، هو 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 القاضي بعدين بده يستجوب، بعدين بده يعمل تحقيقات، بعدين بده يواجههم ببعض، هو بيقرر شو بيعمل. أوكي. بس أنت كمحامي كدفوع شكلية بدك تقدميها قبل الاستجواب، ما فيكي بعد الاستجواب. ليه بتقدميها؟ بقدمها بقدمها لحقلك ليه؟ شو يعني دفوع شكلية؟ دفوع شكلية لأنا أثبت إنه أول شيء في كثير اجراءات كانت غلط، من سريه التحقيق، من عدم الاستعانه بمحامي، من الاشياء اللي انقالت عن الضرب، كله بدك تحكيه بالدفوع الشكليه. انت ما فيك تقطعي هيك مرحله، كيف بدك تبيني دفاعك اذا ما قدمتي دفوع شكليه؟ أوكي. بعدين القاضي عنده كثير ملفات، يمكن نحن عايشينه هيدا الملف، بس هو يمكن عنده كثير ملفات غيره، يمكن ما بيعرف الحيثيات. بدنا قبل ما يبلش الاستجواب يكون بالصوره العامه، ما فينا ما نقدم دفوع. أوكي. خاصة ما بتعرف انه الرأي العام لعب دور الجلاد. انا هيدي النقطة بس بدك تحكي فيها بحكي فيها، لعب دور الجلاد ونسي انه في كتير ناس بتطلع ابرية وبتطلع مخصة، ونسي انه اصلا كان الملف بعده بمكتب جرائم المعلوماتية متحول للقضاء، يعني تعلقت المشاني قبل ما يتحول للقضاء. مشان هيك اليوم هالحلقة، لانه القاضي منصور في شيء صار الناس ما انتبهت له، في احد الاولاد القصار تسرب اسمه، قام انتحر 100%. مين سرب اسمه؟ هن المجموعات اللي عم بيشتغلوا مع الجهاز نفسه. انتحر الولد، وصار القاضي منصور يجرب يقنع اهله انه ادعوا عليهم، ادعوا بالقتل، يعني ادعوا انه ابنكم مات في حدا قتله. تسبب بوفاه، تسبب بوفاه، بطلت قصه تحرش واغتصاب. وفي شيء اخطر بكثير عم بيصير هلا من وراء تسريب الاسماء والصور، اي حدا عم يتعرض لاي شيء ما بقى يسترجي، ما بقى يسترجي يطلع يقول. صحيح، هون النقطه الاخطر. يعني في مجتمع اليوم عم بيشوف انه يعني اللي طلعوا قالوا نحن عم يتحرشوا فينا صاروا هن محطوطين بالسجن، وعشوي هن المتهمين والمجرمين اللي كلنا عم نسميهم كلهم برات البلد. نانسي، وهذا اللي قالوا الضحيه رامي، بتعرفي انت شغله انه نحن مجتمع رامي بكل وضوح
قال لهم انا ما بدي اروح اشتكي مشان ما يصير فيني مثل سراج وهمي، ما بدي اتحول من مدعي لمتهم. طلعوه اخر صبي واعترف على حسن سنجر مع هادي الامين. انا ما كنت مع الاستاذ هادي الامين والست رابعه. قال لهم انا ما كنت ناوي اقول لانه خاف يحطوني مع سراج وهمي. يصير انا مدعي يصير متهم. عكسنا العمليه، مفروض كنا ندعم الاطفال انه يعترفوا ونوقف حدهم، صاروا عملنا عمليه عكسيه. صار في اشياء تمنعهم يحكوا. صحيح، في شغله والاهل صاروا خافوا. انتوا اهل الدعوه كمان بالدليل. اخطر شيء بكل الدعوه، لانه في اجيال رح ترجع تمرق بهالمراحل ورح يكون عندها هالصوره المقززه للاطفال اذا حتى اذا اعترفوا شو بيصير فيه. نانسي بالدليل، لانه نحن بنحكي دليل. انا لما فت على الملف قالوا لي انه القضيه يا لطيف فتت، وين الادله؟ ما في شيء الادله. بعدين يقولوا لنا انه موكلينكم عاملينه. طيب وين الاغتصاب؟ شهود مشكك بافادتهم هون، وين الدليل؟ ما في. هلا بدي احكي لك بالدليل. فيديوهات مثل ما عم ينقال، فيديوهات ما في دليل. ما في دليل ما في ولا فيديو. بدي اقول لك، بدي اعطيك، بدي ارجع. انا كوالد القاصر سراج اخطر اتحدى اذا في فيديو على القصر في عملية اغتصاب. وأنا عم قلك فات هادي وما عليه ولا دليل. أو حتى ولا مسج دليل. استدراج بس على فكرة للتوضيح، هادي كل قصته لما رفع سراج وهميلي الدعوة على السيد لما ضربوا سنجر. كل مشكلته الصبي الضامن مع رفقاته على اللايف. صحيح، وحط صورته للمغتصب موجود الفيديو للمتحرش على البيج. فمزاجية القصة، ما في مقاييس حتى. فكرة بداء اللي أفادتهم القاضي طانيو الصغبيني ادعى على عمل بلاغ بحث وتحري بحق حسن سنجر وعمل له مذكرة أحضار. بس لا خبرك شغلي، يعني إذا لم يدعى حتى الآن على حسن سنجر يعني عمليا بلاغ البحث والتحري سقط. أكيد، يعني بعد شهر يسقط. صحيح. وبالتالي بتكون القاضي غدعون أوقفت الملاحقة على متهم أساسي خلينا نقول مشتبه فيه أساسي بهذا الملف، وأنا برأيي هذه مسؤولية قضائية. على كل حال القاضي غدعون محولة على التفتيش بألف ملف وهي ضاربة. أنا فعلا هلا نحن ما فينا نتكل على محولة على التفتيش. في أولاد مصيرهم بالدق، في رأي عام كامل اليوم مرعوب من خبرية ما حد عارف شو هو الملف، وفي أكثر من هيك في ناس ممكن عن جد تتعرض لشيء وما بقى تسترجي تدعي. صحيح. يعني أنا عبر هالمنبر عن جد بطلب من قاضي التحقيق نقول لمنصور إنه يتم تقديم الجلسة، لأنه ضروري تتقدم. أي متى الجلسة بتموت؟ الجلسة لتسعة سبعة. حرام ينيمون بعد 40 يوم أكثر من هيك. ما في لقلك ليه؟ لأنه إذا قدمها وكانت بعد النيابة مش باتفق. ما المطالعة قدام ده مطالعة. خلينا نحكي بالقانون يعني. خلينا نحكي بالقانون. أنا جاي هون لأحكي قانون. هلأ مشاعر الأهل منفهمها عاطفية، وأنا قلت له لأحمد أنه هول ولادي مش أنا محاميتهم، هول ولادي. بس القاضي إذا قدمها وكان بعده الملف مش خالص من النيابة بده يرجع يأجل شهر. طب بيروح العلي الامتحان لخيه. هذا موضوع ثاني. بما أنك حكيت بالامتحان كمان عم بيقول نقلا عن الرئيس منصور أنه في يعمل امتحان فيكم تقدموا طلب. قدم المحامي طلب. المحامي طلب. بينظر في مدعي عن تمييز، وانا اكيد انه كمان مدعي عن تمييز زميلنا رالف طنوس يعني اكيد حيتجاوب. زميلنا رالف طنوس قدم طلب. ما في بهذا الموضوع بتساعد انه يدرسوا تنلاقي حل. هن هلا نقلون على الشرطه القضائيه بالوروار. إيه؟ صارت البيئه افضل. مزبوط افضل. ايه بس بعدها مش قابله انه يقدر يدرس فيها. خيي يعني اصلا القاضي حرق لي قلبي يعني عن جد حرق لي. هلا الوضع صار انه يعني من شخص كان يفكر بده يجيب منشون لشخص يقول ان شاء الله انجح، انه لا انه فيها حرقه يعني انه لا جوليانا. عم يتعرضوا لضغط نفسي كتير كبير مش من التواجد الامني اللي جوا. لا بل من البيئه اللي هن قاعدين فيها، انه كلنا بنعرف سجون لبنان يعني. بس زميلنا بيتاثروا فيه. زميلنا وكيله لاستاذ هادي قدم طلب عند الرئيس جوال ابي حيدر بالموضوع، عم بيتابعوا لهيدا الموضوع. صحيح. بس نحن ما فينا نحرق مرحله الدفوع الشكليه اللي بتامن الضمانه لكل الموجودين واللي هي اساسيه كرمال تتقرب جلسه. وبعدين مين قرر انه الرئيس نقول منصور ممكن يخلي سبيل حدا؟ نحن بنعرف يمكن ما يخلي. ما بنعرف، ما هو قاضي التحقيق على الظن يدعي يعني. نحن متأملين فيه،
بس بالنهاية نحن معركتنا الأساسية وإجراءات المحاكمة وكشف كل شيء حيكون بالجنايات، محكمة الجنايات، نحن حنقلب الملف رأسا على عقب. نحن صلاحيتنا قدام قاضي التحقيق محصورة، على هو بيخلي سبيل تمام، ما بيخلي سبيل شي راجع لإله، بس بموضوع الكسار وحماية الكسار في نقطة كتير أساسية بدي أقول لك إياها، وهيدي قدام رأي العام كله، لأنه كل إنسان معرض ولاده يكونوا بمطرح معين ضحايا. صحيح، كل بيت معرض ابنه يكون ضحية ويروح على مركز أمني ويروح عند ضبط عدلية وما يكون إذا بلا محامي يكون في شيء خطير عم بيصير بحقه. حتى الضحايا اللي نحكى عنهم انشهر باسمهم أكيد. وقالوا انه هن تعرضوا لتحرش. طب انا بدي اسالك، نحن بمجتمع يا نانسي قد ايه مجتمعنا جاهل، قد ايه مجتمعنا ما عنده ثقافه، قد ايه مجتمعنا يجلد، قد ايه مجتمعنا نتيجه امراضه النفسيه بحب الفضيحه تيبلش جلد بالعالم. نحن بنعرف هالشيء. هول الضحايا اللي تم التحرش فيهم وين حمايتهم لما طلعوا صاروا يذكروا أسماءهم؟ أي واحد يتعرض هلأ للتحرش حيتجرأ يطلع يقول، ودايما نحن عنا اللي بيتحرشوا فيه بيصير متحرش. هيدا الشيء مش مزبوط بس العالم بتفكر هيك. هول جلدوهم. رئيس جوال أبي حيدر طلعت أكتر من قرار بحق ناس على تيك توك وغير تيك توك، سكرت لهم صفحاتهم، ذكروا اسماء وعيال وصور الناس اللي هن قالوا نحن تعرضنا للتحرش. طب وين القانون هون؟ وين حمايه الاحداث؟ وين جرائم المعلوماتيه؟ وين حمايه هيدا السؤال؟ لانه هيدا اذا له دور هيدا المكتب، مين سرب الاسماء؟ هو هيدا هون مين سرب الاسماء؟ يعني نحن ما بنعرف. اذا بدك